هلا في كثير ناس هون جايين يشوفوا الكوميدي اللي جاي هلا. رحمة ما يكونكم شوف اسمه بتسيطر عليه اول شهر شهرين بعدين بعد شهرين بتعود انه مو شوي عليه او شوي بدمن عليه بالاخر بتكون نايم فتجيك ناموسه هيك استاذ نديم اذا في مجال تغيرنا ازازه البيت مش عارفين استمتعتوني كثير كل حدا بده يطلع يوم الخميس وهيك طلعات بعمان كثير حلوه بس فيها مشكله واحده الشباب دائما اكثر من البنات دائما كل حدا عنده مشكله يدخل تلاقي البانسر واقف هيك كبل معلش اوريدي كبل كيف اوريدي كبل المهم فالشباب جايين والله معصبين على الباب كيف كبل بدنا ندخل احنا حاجتين بس انا مش فاهم ليش هم مش فاهمين هذا الكونسبت كابلز مش شيء جديد بالبلد يعني من ايام سيدنا نوح طلب كابلز على السفينه الفيلا يا جماعه جابوا الكابلز جايين تدخلوا شباب لحد فتخيلوا بانسر من الاردن حاطينه على سفينه نوح يقول هيك مركب بلوتوث هون سفينه نوح في شلة فرار على الباب ندخلهم ولا كيف؟ عايزين على طاولة طاولتك يا جماعة مرة ثانية تحية لأهلي أو سقف لأهلي طبعاً كل حدا بحب أهله كثير أكيد أنا كثير بحب أهلي عن جد بس دائما الأهل في عندهم مشكلة صغيرة بعطوك معلومات كثير غلط والزبالة المعلومات الموضوعية تكون هيك رايح تجيب شاورما بطلع لك واحد من أهلك لا جيبش من هذا الشاورما لحن بسس كيف لحن بسس؟ سؤال مين الحمار اللي بده يجيب لحن بسس على المحل؟ إنه أولا الله غربي بدك أولا أولا بدك تجيب موظف لله سريع يروح يلحن بسس بحاله ثانياً بدك تجيب شيف هيك محترف من الصين ولا تايلاند بس مختص بتقطيع البسس وقطع وخرمش من المطبخ كل هذا عشان ايش؟ البسة عشان تعمل لك صحن شاورما واحد مش مستاهل تخيل واحد رايح على محل شاورما بيطلع لحن بسس بوصل عند المحل مرحبا بدي اثنين عربي هسه ماك شاورما اوكي سير لحظة شكلك موجود كيف تحبها الاهل؟ بيرجر ولا قصدي دجاج ولا لحمه؟ لا باخذ اثنين دجاج دبل اوكي تسم باو سوي لي اثنين دجاج اوكي
بحب البيبيز. اوف مين هذا؟ اوكي انا مش كثير بحب البيبيز، ما تزعلوا مني، مش عشان شيء، بس بكونوا اهلهم مرات كثير متحمسين عليهم زياده عن اللزوم. بجيب لك اياه هيك ابوه بيكون لله بالشارع رحمار. بيكون يعني قد يا ستيبل بجوم حياته. سوي لك اياه عبقري. فرشة أبو نديم، قل له شو عملت اليوم؟ ليش بدي أعرف ايش عمل اليوم؟ علمني يا زلمة. بعدين فرشة شو زكي نديم؟ فرشة ما يحطونه. بيطلع على حمار. لا جوجو حبيبي بطونه على لا. بعدين الأسوأ من هاي لما يصيروا يحكوا، بس يصيروا يحكوا بتحمسوا عليهم أكثر، بصير تحكي معه على التليفون بكون بدك منه شيء ضروري بعطيك ابنه. شوف ليش أحكي معه يعني؟ تحكي معه على التليفون بكون الله مستعجل، تكون مثلا مشارك من سيربح المليون ومعطيك جورج قرداح 30 ثانية. ألو حسام كيف حالك؟ أهلا نديم احكي مع جوجو. لا حسام محضر. ألو بابا جوجو معطين لك أعطيني بابا جوجو بعد 20 ثانية بابا جوجو. طب اسمع جوجو بعد 10 ثواني معركة صلاح الدين أي عام كانت؟ فيسبوك الناس عم يبكوا بالصف لو ليش مين عنده فيسبوك؟ الوالد اللي عنده فيسبوك اللي بضيفها اليوم لقلع. طيب الحلو انا براقب البنات كيف بتصرف على فيسبوك، اكثر شيء بقهر بتكون وحده واختها قاعدين بنفس الغرفه تفتح بروفايل معهم تلاقي كاتبه على وول تبع اختها هي سيس وات ار يو دوينغ تونايت وليك عندك بالغرفه يعني ليش على الوول؟ وبعدين يكون عندك كمبيوتر واحد وبتعمل لوجو تدخل ساين ان اختها عم تحاول تحكي لحد ثاني. بعدين احلى شيء كيف البنات بتصوروا على فيسبوك، يكون عندهم صوره حدا اعطاهم كومبلمنت عليها ففكروا انه خلص هاي احلى صوره بالعالم، فبصيروا كل الصور من بعدها نفس الشيء بالضبط، يكون عندها هذا البول خلص تعتمدوا. بتفتح اول البوم بيراميدز بعدين لندن 2008 باريس 2009 بعدين جبل الويبدي 2010 طيب وفي بنات تانيين بيكون عندهم سايد معين بس بفرجوه على الكاميرا بعرفش ليش بكون اول ما يجوا يصوروا بتعمل هيك ليش؟ عم بقلب على كل صباح وكلهم هيك. ايش صار عندك على جيب ثاني؟ محروق وجهك ولا صار حادث معك؟ مات لي موس. فاضطريت اطلع معها هاي البنت عشان بدي اعرف يعني ليش عندها جيب ثاني. فطلعت معها مرحبا انا نديم المصري. هاي كيفك؟ اوكي. البنات جد احلى شيء البنات حلوين انه وين ما تحطهم بيمشوا البزنس او البرودكت، بكون في عندك هيك محل زباله ولا شيء تحط بنات حلوين بضل بصير يجي زباين. بس وين المشكله؟ اذا واحد بيس وحط بنت حلوه بصيدليه بتكون هيك انه احسب واحد طيب عنده بصور
جاي يجيب دواء من الصيدلية. طلع له بنت حلوة، أنا إيش أسوي؟ بدخل هيك هاي بعد أصابك؟ بيقول لك فكت 20 يعطيك العافية. اخر شيء بدي احكي لكم اياه وما بدي اطول عليكم، رحت على الترخيص هذيك المره اخذ سيارتي، فمطولين كثير بالترخيص، عم بخلط يعني خلاص كلها ب 15 دقيقه، وبعدين عندهم خدمه جديده بفرجوك مخالفاتك هيك صور، بتكون هيك رايح بيطلعوا لك صوره هيك شكلك فيها وراك كل شيء مغبش قد ما مسى، بتحاول تطلع من المخالف انه لا هذا مش انا، كيف مش انت؟ ايوه فطبعوني المخالفات وهيك، بس كان عندي مشكله ما كنت حامل مصاري، فبقترح لهم اقتراح انه بدل ما يغلبوا حالهم يطبعوا لك المخالفات صور وبتكلف وهيك، انه تكون قاعد بالبيت يفتحوا هيك فيسبوك بروفايل صغير لهم، تكون قاعد بالبيت اداره الترخيص تاج 3 فوتوز